بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي التلاميذ ومتابعي القناة، نتمنى الفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بصحة وعافية. نواصل معا سلسلة دروس الكتاب المدرسي، اليوم صفحة 130، تابعوا معي على الكتاب. نبدأ معا. Atelier d'écriture. Je me prépare à l'écrit. Activité numéro 1. Peut-on lutter contre l'avancée du désert? يعني هنا السؤال يعني هل نستطيع أن نكافح التصحر أو يعني تقدم الصحراء أو تقدم عفوا رمال الصحراء. Rétablis l'ordre des phrases suivantes de façon à obtenir un texte cohérent. هنا لدينا مجموعة من الجمل هي غير مرتبة، المطلوب منا أننا نرتب تلك الجمل حتى نتحصل على نص مفيد. Voilà le texte dans l'ordre. Des chercheurs ont constaté que le climat du globe se réchauffait. Cela entraîne l'assèchement progressif de certaines régions. Les troupeaux dévorant la végétation contribuent au dessèchement des sols qui deviennent peu à peu improductifs. Par ailleurs, l'homme, en détruisant les zones forestières, empêche le phénomène de condensation, c'est-à-dire la transformation de la vapeur d'eau en eau liquide, nécessaire à la formation des pluies. Voilà, هذا هو النص مرتب، يعني جمل مرتبة حتى تحصلنا على نص واضح ومفهوم. نتمنى تكونوا فهمتوا، وحتى إذا كان هناك مصطلحات يعني غير مفهومة أو غامضة، أنصحكم بالرجوع إلى القاموس، يعني كي تحبوا تقرأوا أن تكست باش تفهموه يعني بيان، لازمكم ترجعوا للقاموس حتى كي تفهموا المصطلحات راح تفهموا المعنى تاع لو تيكست كامل. فوالا، واذا كان هناك اي غموض او يعني او شيء غير واضح خليوا لي في التعليقات. فوالا، اكتيفيتي نيميرو 2. ان كليما ميور بور لا جورني مونديال دو كليما. Ton établissement charge l'ensemble de ta classe de réaliser un projet intitulé « Tous pour la nature ». Chacune des expressions renvoie à un problème de notre planète. Trouve le nom du problème et emploie-le dans une phrase personnelle. Huna al-matlub minna, yani awalan atana arba. عبارات يعني 4 اكسبرسيون، كل عبارة يعني هو يشرح لنا ظاهرة ما، ومطلوب منا في هذا التمرين أننا نحدد اسم هذه الظاهرة. يعني كي نلقاو اسم الظاهرة، الاسم هذاك راح نعاودو نوظفوه في جملة من إنشائنا الخاص. يعني هذا خاص يعني طلب منا تحت موضوع الكل من أجل الطبيعة، يعني أنكم تحاولوا تفهموا مليح هاد الظواهر أو هاد يعني المشاكل التي تعاني منها الطبيعة. فوالا، تبعوا معايا الجملة الأولى. عندنا le manque de pluie dans certaines régions، يعني نقص الأمطار في بعض المناطق. هذه الظاهرة نسميوها لا سيشخاس، اللي هي الجفاف. نوظفوا هذه الكلمة اللي هي لا سيشخاس، نوظفوها في جملة شخصية. أنا عندي هنا أمثلة. لا سيشخاس est dangereuse pour la nature car elle rend les sols arides. عندنا الجفاف هو خطير على البيئة لأنه يجعل من الأرض قاحلة. voilà، هذا بالنسبة للجملة الأولى. الجملة الثانية. les fumées des usines dans les villes.
عن دخان المصانع في المدن. هذه الظاهرة تسمى la pollution de l'air، تلوث الهواء. الجملة هي la pollution de l'air est la cause de nombreuses maladies respiratoires، يعني تلوث الهواء هو سبب للعديد من الأمراض التنفسية. نكمل الجملة الثالثة les neiges transformées en eau، يعني الثلوج المتحولة إلى مياه. هذه الظاهرة نسميها la fonte des glaciers، يعني ذوبان الجليد. الجملة l'ours blanc souffre de la fonte des glaciers et risque de disparaître، يعني عندنا الدب الأبيض يعاني من ذوبان الجليد وهذا يشكل خطر على حياته أو يشكل يعني يعرضه للانقراض. فوالا. الجملة الأخيرة les pluies qui brûlent les arbres et les végétaux، يعني الأمطار التي تحرق الأشجار والغطاء النباتي. هذه الظاهرة نسميها les pluies acides، يعني الأمطار الحمضية. الجملة هي les pluies acides sont nuisibles pour la végétation terrestre، يعني عندنا الأمطار الحمضية هي خطيرة جدا على الغطاء النباتي في الأرض. فوالا، هذا فيما يخص التمرين الثاني. إن شاء الله تكونوا فهمتوه، وكذلك إذا كان هناك أي شيء غير واضح ما تستردوش في طرح الأسئلة، راني هنا راني في الخدمة باش نجاوبكم. فوالا. On passe au troisième exercice. Journée mondiale sans voiture. يعني اليوم العالمي بدون سيارة. Une journée en ville sans ma voiture est une initiative citoyenne qui existe depuis 1998. نكمل هنا. Elle est de plus en plus populaire dans les villes algériennes. Rédige un court texte expliquant l'importance de cette opération. Voilà le matlob minna hona. يعني نشرح لكم فقط هذه الفقرة باش تفهموا المطلوب. هذا يعني يوم عالمي في جميع المدن، يعني ما يستعملوش فيه السيارة. هذه مبادرة داروها المواطنين في الجزائر منذ سنة 1998. يعني هي ظاهرة مليحة. هنا المطلوب منك أنك تكتب نص، يعني نص قصير تشرح فيه أهمية هذه المبادرة. فوالا، أنا هنا عندي نموذج لهذا النص، نقراها عليكم وانتم حاولوا انكم ديروا نماذج خاصين بكم انتم. فوالا، تبعوا معايا. On devrait multiplier ce type d'opération dans le but de faire prendre conscience à chacun de nous que l'éco-citoyenneté est un devoir. يعني هذا نوع من العمليات بهدف توعية الاشخاص انهم يتحلوا بسلوك سلوك يحافظ على البيئة، وهو واجب على كل شخص. Nous devons diminuer les émissions de gaz à effet de serre afin de préserver notre environnement et notre santé. يعني هنايا باش نتفاداو اننا نستعملوا يعني الوقود والغازات حتى نحافظ على البيئة ونحافظ على ذلك بذلك على صحتنا. Pour la sauvegarde de l'humanité, il faut également préférer les transports écologiques comme le tramway et pourquoi pas le vélo. هنا كذلك يعني من المستحسن أو يفضل أننا نستخدم
يعني وسائل النقل المحافظة على البيئة مثل لو تراموي والدراجة اللي هي لو فيلو. فوالا، هذا ما يخص هذا التمرين. كذلك كل مرة نحاول أن نذكركم أنكم تحاولوا أنكم تستعينوا بالقاموس، راح يسهل عليكم بزاف فهم النصوص. فوالا. Je rédige mon texte à partir de la consigne suivante. Pour la journée de l'environnement, ton établissement organise le concours du meilleur écologiste. Tu es chargé de rédiger un court texte où tu expliques les conséquences du réchauffement de notre planète. هنا المطلوب منك أنك تكتب نص تشرح فيه نتائج ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. يعني هنا المؤسسة اللي تدرس فيها نظمت مسابقة لأحسن شخص محافظ على البيئة، وأنت المطلوب منك أنك تكتب هذا النص لتشرح فيه نتائج لو ريشوفمون كليماتيك. فوالا، أنا هنا إكزامبل دو ريداكسيون باج 131. Notre terre est malade et le seul responsable est l'homme qui a perturbé l'équilibre de la nature. Les conséquences de ce déséquilibre sont dangereuses. Tout d'abord, le climat avec son lot de catastrophes, la sécheresse, les tempêtes, les pluies acides, les inondations. Ces perturbations climatiques ont rendu les saisons instables. Enfin, il est temps de réagir et de préserver notre planète pour préserver notre santé. Voilà, هذا النص يشرح يعني نتائج ارتفاع درجة الحرارة تاع الأرض اللي منها الجفاف، الأعاصير، الأمطار الحمضية. كذلك الفيضانات واضطراب الفصول، يعني فصول السنة أصبحت غير مستقرة، والمسؤول الأول والوحيد في هذه الكوارث هو بالطبع الإنسان. لهذا يجب علينا أن يعني يكون عندنا وعي وأننا نحاول المحافظة على البيئة وبالتالي نحافظ على الصحة تاعنا كامل. فوالا، هذا فيما يخص هذا النص. يعني ولازمكم كي تجيو تكتبوا النص انكم تتقيدوا بالتعليمات الموضحه في هذه الصفحه. يعني pour réussir ta production il faut utiliser le procédé de l'énumération, le procédé de la reformulation, le procédé de l'illustration, utilise des phrases déclaratives, utilise une proposition de cause, de conséquence et de but, mets tes verbes au présent de l'indicatif et au passé composé. يعني نحاولوا قدر الإمكان أننا نتقيدوا بهذه التعليمات. بهذا نكون وصلت إلى نهاية الفيديو فيما يخص صفحة 130-131، والإجابات تكون كذلك مكتوبة مرفقة مع في بقية الفيديو. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع، وما تنسوش راجعوا دروسكم وكونوا إيجابيين. أترككم في رعاية الله وحفظه، وسلام الله على الجميع.